أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجعل في هذا الصباح فرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، وتحقيقا لكل أمنية. اللهم اشف كل نفس لا يعلم بألمها ووجعها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم في هذا الصباح نسألك صدق التوكل عليك، وحسن الاعتماد عليك، وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك، واملأ قلوبنا بحبك. اللهم ارحمنا من هموم الدنيا، وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا. اللهم إنا نسألك صباحا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك، ويتسع فيه رزقك، وتمتد فيه عافيتك، ونستفتح فيه برحمتك. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح أن تبارك لنا في يومنا هذا، وأن تجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. بك نصبح يا الله، وبك نستعين، وعندك نستودع أمرنا كله فنطمئن. اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين. واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة. يا رب أدعوك بعزتك وجلالك ألا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرا، ولا تحمي لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا. اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا الصباح وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا الصباح. ربي أعوذ بك من عذابي في النار وعذابي في القبر وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذابي في النار وعذابي في القبر. يا رب في هذا الصباح امنحنا أكاليلا من الراحة والهدوء، وانصر السعادة على أبواب قلوبنا، وطوقنا بالإيمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا ما نتمنى من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك صباحا مستبشرا، وهما راحلا، ويوما رائعا، وقلبا مطمئنا، ورزقا كثيرا، وتيسيرا لأمورنا، وصلاحا لأحوالنا، وفرج قريب، خوف زائلا. اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام، أيقظ قلوبنا من الغفلات. وكما أنرت الكون بنور الصباح، أنر حياتنا بنور الهداية. يا رب
في صباح هذا اليوم وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل الرضا والسعادة في قلبي. اللهم لا ترد لي ولهم دعاء، ولا تخيب لي ولهم رجاء، ولا تسكن جسدي وجسدهم داء. وادفع عني وعنهم المحن والبلاء، ولا تشمت بي وبهم الأعداء، يا واسع المغفرة والرجاء. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا، واللهم قلوبنا بين يديك، فارزق الثبات والراحة، واجعل لنا في دروب التعب خير، وازرع لنا في كل خطوة سعادة. صباح التوكل على من لا يخيب الرجاء به، يا شارح الصدور وميسر الأمور. رباه اجعل حياتي وحياة من أحب نور على نور. يا خالق الراحة وكلت واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح أن تفتح لنا بابك، وأن تيسر لنا أسبابك، وأن تصرف عنا عذابك. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. اللهم أنت العالم بالسرائر فاصلحها، وأنت العالم بالحوائج فقدها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها، وأنت العالم بالعيوب فاسترها. اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا ولكم من الخير فوق ما نرجو، واجعله صباح خير لأمورنا كلها. اللهم اجعله برضاك يبتدي وبرحمتك ينتهي. اللهم اجعلنا من الذين شفعت لهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة، يا رب يا كريم يا رحيم. اللهم في هذا الصباح اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لكل من دعاك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك ثباتا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.